بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلابنا طلاب الصف الحادي عشر مع درس من دروس اللغة العربية وعنوانه سوق عكاظ الجزء الثاني. أهدافنا لهذا الدرس أن يقرأ الطالب النص قراءة تحليلية للإجابة عن أسئلة الكتاب، أن يوضح أثر توظيف الخيال والمحسنات البديعية في مواضع من النص. أعزائي الطلاب، في الحصة السابقة عرفنا بالكاتب الذي كتب هذا النص وهو الأديب أحمد أمين، ثم قمنا باستعراض أهم الأفكار التي قد استخلصناها من خلال قراءتنا لهذا النص فقرة فقرة، ووضعنا بجوار كل فقرة الفكرة المناسبة والملائمة لها، وبذلك وقفنا على الأفكار الرئيسة في هذا النص، كما أننا سرنا في هذا الدرس بين جنبات المفردات، فتعرفنا معاني بعض المفردات من خلال السياق ومن خلال المعجم، كما أننا تأكدنا من تعليمنا عن طريق تدريبات الكتاب التي قسنا بها فهمنا واستيعابنا من خلال هذه الأسئلة التي طوفت بنا حول موقع هذا السوق ودور هذا السوق في انتشار الإسلام، ثم بعد ذلك اختتمنا ذلك بأفول نجم هذا السوق وانصراف الأنظار نحو أسواق أخرى في حواضر جديدة. وقد كان الكتاب المدرسي خير دليل على تحققنا من هذه الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. واليوم أعزائي الطلاب، وحتى تكتمل الفائدة وحتى نتحقق من هدفي هذه الحصة، علينا أن نقف على ما رصع به هذا النص من جواهر البيان وزخارف المحسنات، فاسمحوا لي أن أدعوكم إلى قراءة متأنات تمكنكم من إتقان هذا كله والإجابة على أسئلة مصدر التعلم. هل فرقتم أيها النبهاء؟ لنبدأ على بركة الله. تدريبات الكتاب في الصفحة 89، يقول السؤال: كانت سوق عكاظ معرضا لعديد من السلع وملتقا لألوان من النشاط التجاري، فماذا تستنتج من ذلك؟ يستنتج من ذلك أن عكاظا كانت لها أهمية عند العرب، تنوعت فيها الأنشطة واختلف إليها الوافدون من شتى القبائل لأغراض مختلفة، ولم تكن سوقا أدبية فحسب، وهذا الذي قد تحققنا منه من خلال القراءة الفاحصة لهذا النص. ما زلنا مع الكتاب المدرسي في الصفحة 90، كانت سوق عكاظ منبرا مهما لعرض وتسوية قضايا ذات أبعاد اجتماعية. وضح ذلك. كيف نوضح البعد الاجتماعي لهذا السوق؟ ما الأمور الاجتماعية التي كانت تحدث في هذا السوق؟ هناك أمثلة تؤكد ذلك وتوضحه. من تلك الأمثلة أن من كان له دين على آخر انتظر موسم سوق عكاظ ليحصل دينه، ومن كان له حاجة استصرخ القبائل بعكاظ لتقضى حاجته، واستصرخ هنا بمعنى طلب أن يزيلوا صرخته، أي أن يلبوا طلبه ويزيلوا لهفته. ومن كان داعيا إلى إصلاح اجتماعي، تتذكرون قصة ابن ساعدة، كان يجد في عكاظ خير فرصة لعرض دعوته، إذ القبائل مجتمعة من أنحاء جزيرة العرب، وهنا يستطيع أن يعرض ما يريده من أمور اجتماعية ومن مبادئ يريد أن يدعو إليها. في الصفحة 90 يقول السؤال: وضح أثر سوق عكاظ في اللغة العربية، ماذا قدمت السوق للغة العربية؟ ألم يكن الخطباء يتبارون في إظهار مهارتهم وبث ما يريدون من أفكار وأمور يدعون إليها؟ بلى، كان ذلك. الإجابة على هذا السؤال: كانت وسيلة من وسائل تفاهم القبائل وتقارب لهجاتها،
من خلال التقاء أنسبها وأليقها، كما كانت إثراء للغة والأدب لكونها معرضا للبلاغة ومدرسة للشعر ومنبرا للخطابة وساحة من ساحات النقد. نتابع معا وفي الصفحة نفسها: ما دلالة كثرة أسماء الأشخاص والأماكن في هذا النص؟ قدم لنا أحمد أمين أسماء كثيرة لأشخاص وأسماء أخرى لأماكن، فما دلالة ذلك على مضمون النص وهو هذه السوق؟ دل ذلك على كثرة المترددين على سوق عكاظ من بيئات وأماكن مختلفة. هنا يطلب إليك عزيزي الطالب أن تقدم عنوانا مناسبا لكل من الفقرتين الثانية والثالثة. وهنا ندعوك عزيزي الطالب إلى قراءة الفقرتين مرة أخرى وإجمال الفكرة الرئيسة التي تتخلل كل فقرة من الفقرات، ثم تكتب عنوانا جميلا مختصرا يعبر عن مضمون كل فكرة. أسمع طالبا نجيبا يريد أن يقدم عنوانا مميزا. انظروا أبنائي، عنوان الفقرة الثانية: وظائف سوق عكاظ وأنشطته. الفقرة الثالثة يعنون لها: سوق عكاظ والدعوة إلى الإسلام. تدريبنا هذا يقف بنا على بستان وارف الظلال، يعني الثمار، طالما نهل منه عاشق العربية سلسلا زلالا. إنها الصور البلاغية أو التعبيرات المجازية أو البيان، وهي مهارة مرت بك مرارا. وكأنني أسمع ابنا عزيزا يقول: ذكرنا أستاذي بهذه الصور، وكيف نفرق بين التشبيه والاستعارة مثلا؟ أما التشبيه بتعبير موجز فهو اتفاق طرفين في صفة أو أكثر، أي التشابه بين طرفين. وأركان هذا التشبيه لا تخفى عليكم أربعة: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. ولا تنسوا أبنائي أن هناك ركنين أساسيين فلا يقوم التشبيه إلا بهما، هما المشبه والمشبه به، وهما طرف هذا التشبيه. وهناك ركنان ثانويان هما أداة التشبيه ووجه الشبه، ويمكن لنا أن نحذف أحدهما أو كليهما. عزيز آخر يقول: وما الاستعارة إذن يا أستاذي؟ نقول له: الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه الأساسيين، أي المشبه أو المشبه به. فتارة نحذف المشبه ويبقى لنا المشبه به، فتكون الاستعارة تصريحية، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فكلمة حبل هنا استعارة تصريحية، وقد حذف المشبه وهو الدين أو القرآن الكريم. وتارة أخرى يحذف المشبه به ويدل عليه شيء من لوازمه وصفاته، كما نقول: أشرق الإسلام في جزيرة العرب. والآن إلى ميدان التجربة وإلى التحدي. حدد من الفقرة الرابعة صورة بلاغية، وهذا السؤال موجود في كتابنا المدرسي في صفحة 90. حدد من الفقرة الرابعة صورة بلاغية وبين نوعها ودورها في تأدية المعنى. كانت عكاظ معرضا للبلاغة ومدرسة بدوية يلقى فيها الشعر. انظروا معي: كانت عكاظ معرضا، أين المشبه؟ عكاظ، هذه السوق. وما المشبه به؟ معرضا. هل ثم وجه شبه هنا؟ أو هل ثم أداة تشبيه هنا؟ لا، لم نجد إلا المشبه والمشبه به. إذن نقول هي تشبيه، وهو تشبيه بليغ اقتصر على الطرفين فقط. ما الدور الذي لعبته عندما نقول كانت عكاظ معرضا؟ نعم، إبراز المكانة الأدبية لهذه السوق لعكاظ، وبيان دورها في إثراء الأدب واللغة.
الكلمات في لغتنا الشاعرة، هنا تأتي المؤثرات أو المحسنات، ومنها المعنوي كالطباق مثلا، وهناك طباق الإيجاب وهو أن نجمع بين الكلمة وضدها كقوله تعالى هو الأول والآخر، وطباق السلبي ويكون بالجمع بين الكلمة وضدها عن طريق النفي كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلمون ولا يعلمون، هنا علاقة بين هذين الموضعين. وهناك المقابلة وتكون بالجمع بين معنيين ومعنيين آخرين أو أكثر من ذلك، كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإلى جانب المؤثرات المعنوية الطباق والمقابلة تأتي المؤثرات اللفظية أو الصوتية، ومنها الجناس بنوعيه التام كقولنا أصابت العين العين، ونقصد بالعين الأولى الحسد، والعين الثانية العين الباصرة. وهناك الجناس الناقص كقولنا لكل عالم معالم. والمؤثر الصوتي الآخر هو السجع، وهو توافق الفاصلتين في جملتين متتاليتين أو أكثر في الحرف الأخير، عندما نقول مثلا الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. لاحظوا معي وفى نهاية فاصلة، وكفى الأمر نفسه، وعفى الأمر ذاته، فانتهت هذه الفواصل بحرف واحد. كما لا ننسى أبنائي التذكير بعلاقة الترادف، وهو أن يكون لللفظين المعنى نفسه، كقولنا ما أجمل البذل والعطاء، فالبذل والعطاء. لي أعوان وأنصار، الأعوان هم الأنصار، وهكذا. والآن أدعوكم للإجابة على مصدر التعلم في الصفحة 91. حدد العلاقة بين كل كلمتين تحتهما خط في الجدول الآتي مبينا دورها في المعنى. العبارة تقول ويخطب فيها خطبته فيرغب ويرهب، وقد حدد لنا هاتين اللفظتين يرغب ويرهب. ما العلاقة إذن في هذا الأمر؟ هل هي علاقة ألفاظ أم علاقة معاني؟ ترغيب والترهيب، نعم بوركتا، إنه طباق، طباق إيجاب هنا. أما دور الطباق فهو إبراز المعنى وتأكيده وتوضيحه وبعض الدلالات العظيمة في الجمع بين المتناقضات، فنقول هنا إظهار البراعة والتمكن في الأداء وتنويع الأسلوب. فالخطيب عندما يتمكن من الأمر وضده في وقت واحد فإننا نقول عليه إنه من البراعة بمكان والمقدرة بمكان، يستجيب له نداءه ويقبل منه دعاءه. انظروا أبنائي نداءه بما انتهت الفاصلة الأولى وبما انتهت الجملة الثانية والفاصلة الثانية، ويقبل منه دعاءه، نعم الحرف نفسه، إذن هو سجع. وأثره دائما يكون أثرا موسيقيا، نقول إحداث جرس موسيقي لإثارة الانتباه والتأثير في المتلقي. ترى أنه أليق بها وأنسب له، أليق وأنسب، نعم نشتم منها رائحة الترادف، فلللفظين المعنى نفسه. ولماذا نأتي بالترادف؟ بالطبع للتأكيد على معنى ما، فنقول تأكيد لمدى التوافق والتناسب. نشكر لكم أعزائنا الطلاب حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم في الجزء الثالث من هذا الدرس سوق عكاظ. لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.